نعرف أن في تونس هناك مشكلة كان مع حزب النهضة، وما زالت هناك مسارات سياسية لتقويم الوضع، خصوصا مع الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا لناحية حزب النهضة. سؤالي هو متعلق أيضا بالصين، هل هناك من رابط بين الإسلام السياسي الموجود في تونس والغزو التجاري الصيني؟ يعني هل الإسلام السياسي وأقصد حزب النهضة سهل هذا الغزو التجاري دون أن يأخذ بالاعتبار مصالح الشعب التونسي؟ أنا قراءتي في الحقيقة قراءة اقتصادية، وأعتقد أنه الخيار الذي ذهبت فيه تونس بعد 2011 هو أن لأن الجانب الأوروبي تقريبا شهد إشكالات كبيرة على مستوى النمو، هناك تراجع كبير على مستوى النمو الاقتصادي في أوروبا، وأوروبا لم تعد تستوعب الصادرات التونسية، والصادرات التونسية وجدت إشكالات كبيرة على مستوى التسويق وعلى مستوى حصص السوق، وبالتالي كان التفكير في الجانب الصيني وفي تنميع الشراكات مع الشركاء التجاريين، وكان الذهاب إلى الجانب الصيني من بين البلدان الأخرى، وأعتقد أنه كذلك هناك حرص من طرف الصين في إطار المشروع الحزام وحزام الحرير أنها تجعل أنها تفكر في تونس وتستثمر في تونس في إطار توطيد العلاقات معها، خاصة وأن الموقع الاستراتيجي لتونس يمكن أن يساهم الاستثمار في إفريقيا للصين وكذلك لتسويق المنتجات لأوروبا، وبالتالي لا أعتقد أن المعطى الديني أو المعطى السياسي له دور كبير، ربما هذا يكون من الجانب التركي وليس من الجانب الصيني. أعتقد أن الساحة السياسية في تونس تتحدث عن علاقة حزب النهضة بالجانب التركي أكثر منه بالجانب الأمريكي، وتركيا كذلك لنا معها عجز تجاري كبير وكبير جدا، ولا أعتقد أن هناك علاقة وطيدة يعني بين حتى الإسلام السياسي والخيار الذي ذهبنا فيه في رفع المبادلات مع الجانب السياسي.